طيب مين سمع عن دوس قبل كده؟ اكيد بقى غير هو بس يعني هو بس اصلا يعني قاعد هو يعني حاضر عشان يساعدني في الكورس مش طيب مين يعرف حاجة عن دوس؟ مين سمع أي حاجة؟ في ناس بتقول ان ريدوكس ده ديزاين باتر، في ناس بتقول ان ده ايه، هو اركتكتشر، تمام. ممكن نقول عليه ان هو ديزاين باتر بنستخدمه علشان نحل مشكله، ما ايه المشكله هنشوفها واحنا ايه بنشرح، تمام. اوكي بالظبط. دي الحاجات اللي انا المفروض هنكبرها النهارده هنكفر الكلام ده كله. هقول كل الكلام النظري الاركتكشر ده عباره عن ايه، بستخدمه ليه، ده مقارناته ايه، الكلام ده كله. وهدي في الاخر اخر اليوم النهارده زي ديمو صغير خالص في امبلمنت، بس بوريكم ازاي امبلمنت اصلا الديزاين باترن دوت عندي، وهستخدم انجلر 2. وبكره هيبقى في ديمو كبير شويه دوت، هيفتح للناس مواضيع يعني افكار كتير في الفكره ازاي تستخدموا ريدوكس في ابلكيشنز كتير، تمام. فانا هبدا الاول اقول ايه هو ريدوكس، ايه هي في حاجه اسمها ستيت، ايه هي الهيستوري بتاعت ريدوكس، مين اللي عملها وعملت ازاي. وابدا ايه؟ تمام. اول حاجه بقى ايه هي ريدوكس؟ مبدئيا في ناس كتير كاتبه تعريفات كتير على الانترنت، ريدوكس ده عباره عن كذا كذا كذا، وكلهم صح عامه يعني. فانا جبت اكتر تعريفين كويسين يعني شايفهم هم كويسين بيعبروا ايه هو ريدوكس، تمام. وهيبدا ايه يعني هبدا اشرح مثلا في سلايد قدام وارجع تاني للتعريف عشان نفهم ده كان ايه. فناس بتقول ان الريدوكس ده از ا بريدكتابل ستيت كونتينر فور جافا سكريبت ابلكيشنز، تمام. اوكي احنا الكلمه اللي مش فاهمينها في اللاين ده كلمه ستيت. ستيت ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كونتينر فيه مجموعه من الستيتس. طب ما هو الستيت؟ هنقول في السلايد الجاي. طيب في ناس بتقول برضو ان ريدوكس از ستيت كونتينر فور جافا سكريبت ابلكيشن ذات ويل هيلب يو ابلكيشن بيهيف كونسيستنتلي. طيب نفس الفكره اللي فوق، بس معلومه مهمه لازم ابقى عارفينها، ان ناس كتير بكلمها بقول لهم ريدوكس ده ريدوكس ده مش ده تبع الرياكت. لا هو مش تبع الرياكت، هو مش معمول ريدوكس علشان اشتغل بيه مع الرياكت. لا انا ممكن اشتغل ريدوكس مع انجلر 1، مع انجلر 2، مع رياكت، مع اي سبا فريم ورك او لايبرري، او ممكن اشتغل مع نيتف جافا سكريبت اصلا، تمام. ففي ملحوظه مهمه ان الريدوكس از يوزفل فور رياكت ابلكيشن بس رياكت از نوت ريكوايرد، مش لازم. هو اول ناس اشتغلوا بيه هم رياكت، لكن مش لازم رياكت، تمام. لان هو في الاول في الاخر هو ديزاين باتر امبلمنتو على اي حاجه. طيب ايه هو بقى الستيت؟ احنا في السلايد اللي فات ديت احنا فهمنا يعني عرفنا التعريفين دول قريناهم، بس مش فاهمين يقصد بايه الستيت ديت. ما هي الستيت؟ الستيت هي اي داتا that is going to change. يعني ايه؟ اي داتا بعمل لها بايندنج عندي على السكرين على الكومبوننت، هي دي الستيت. يعني فور اكزامبل عندي كلاس زي كده، في هنا مسج وفي function post message. طب فين الستيت في الموضوع؟ دي الستيت، تمام. عندي مثلا فلاج لما هيبقى ترو هفتح منيو، لما هيبقى فولس هقفل المنيو. عندي مثلا array of users هبيندها على السكرين وهعمل list of users. كل ده هو ده الستيت. طيب احنا لو رجعنا كده للتعريف تاني، لو قلنا redux is a predictable state container، يعني هو عبارة عن container بيلم كل الستيتس بتاعت كل الكومبوننتس في الابلكيشن كله، تمام. طب ليه كلمه بريدكتابل؟ نعرفها برده قدام.
بس فور ناو احنا عارفين ان ان الستيت هي الحاجه او الفاريبلز او الحاجه اللي بعملها بوينت على السكرين بتاعتي. تمام اوكي، بالنسبه للستيت. طيب الهيستوري بتاعت الريدوكس، واحد اسمه دان ابراموف دوت هو اللي عمل الريدوكس دوت، كان ايه ده، ده اصلا خريج من كليه ام اي تي، جامعه ام اي تي، فهو ده اللي عامل، ده اللي عامل الريدوكس، هو الريدوكس كريتور، هو اللي عامل الريدوكس، وعامل حاجه ثانيه اسمها كرييت رياكت اب. تمام، طب ايه كرييت رياكت اب ديت؟ في رياكت في سي ال اي، زي عندنا في انجلر 2 في حاجه اسمها انجلر سي ال اي، في رياكت في حاجه اسمها كرييت رياكت اب، دي عباره عن السي ال اي بتاعتهم هناك. تمام، هو اللي عامل دي وعامل دي. طيب هو فكر في ازاي، فكر في ايه عشان يعمل القصه، عشان يعمل الريدوكس او يطلع بالديزاين باترن دوت. هو لقى ان في الفيسبوك في مشكله، ان المشكله ديت ان هم فيسبوك عامه شغالين رياكت، تمام، وبيمبلمنتوا حاجه الديزاين باترن اسمه فلوكس. تمام، هل انا هكفر في الكورس دوت ايه الفرق ما بين فلوكس وريدوكس واعمل كومباريزون ما بينهم؟ لا، ده مش السكوب بتاع التريننج ده خالص، لا ده السكوب بتاعي هو ريدوكس بس. طب ايه كانت ايه المشكله؟ المشكله ان فيسبوك كان بيستخدم حاجه اركتكتشر اسمه فلوكس، والاركتكتشر ده كان فيه مشكله ما، تمام، فهو قال ايه خلاص انا هفكر في حاجه جديده اسميها ريدوكس، هيجمع ياخد الحلو من فلوكس على الحلو من بروجرامنج لانجوج اسمها الم، ويطلع بديزاين باترن جديد اسمه ريدوكس. تمام، طيب احنا لو تخيلنا، فاحنا عايزين نعرف برضو ايه هي المشكله. لو تخيلنا ان احنا الفيسبوك عندنا هنا في بار فوق خالص دوت بتاع في نوتيفيكيشن بيظهر هنا في المنظر ده، وعندي هنا جزء تحت خالص بيظهر لي فيه الشاتنج المنظر ده، وهنا عندي بوستات، وعندي هنا الناس اللي بقدر اكلمهم وكده. فكل حاجه من دول، ونفترض ان هي مثلا موديول فيه مجموعه كومبوننتس، يعني الجزء ده موديول فيه مجموعه كومبوننتس فيه الناس كلها اللي انا بقدر اكلمها. والشاتنج اللي تحت دوت برضو فيه نفس الكلام، الشاتنج ده دوت، وهنا البوستات نفس الكلام، كل ده موديل وفيه مجموعه كومبوننتس وكلها بايندنج، يعني معموله بايندنج عندي في نفس الفيو، وكلهم بيكلموا بعض، واي اي يعني اي انتراكشن بعمله ما بين الحاجات دي كلها بيفكت عندي فوق خالص في النوتيفيكيشن. هما بالديزاين باترن اسمه فلوكس دوت، هما لما لقوا ان هما الدنيا عندهم كبرت قوي، والدنيا بقت يعني النوتيفيكيشن زي بتيجي من ديفرنت كومبوننت، من ديفرنت موديولز، من حاجات كتير، فهم مش قادرين يتراكوا هو مين اللي بيسمع عندي في النوتيفيكيشن. فقال خلاص والستيت اللي هم بيمانج، احنا قلنا ان الريدوكس دوت هو عباره عن ستيت كونتينر، وفي نفس الوقت بيمانج الستيتس في كونتينر، لكن فلوكس كان عنده اكتر من كونتينر. تمام، هو ما كانوش قادرين يشوفوا اني كونتينر اللي بيفكت فين، فكان عندهم مشكله في القصه دي. فقال خلاص انا هاخد، انا هعمل ريدوكس، الريدوكس دوت هيحل لي المشكله ديت، فانا هاخد فكرتي من فلوكس والالم واطلع بالاركتكشر دوت. طيب حلمت الكورس هنا، هبدا اقول هو الاركتكشر ده هو بناه ازاي، ولا افكر فيه ازاي وابدا ابنيه معاكم فروم سكراتش؟ اكيد لا، عشان ده محتاج سيشنز عشان ابدا ايه اقول لكم هو فكر في ايه وبنى الكلام ده ازاي. طب لو حد عايز يتعمق في الموضوع ويخش ويشوف الاركتكشر ده بنى ازاي، في كورس على اجهد، الكورس دوت اللي عامله هو دان ابراموف ده، برده هو اللي عامله، هو عامل الكورس بنفسه وشرح فيه هو ازاي بنى الكورس، بنى الريدوكس. طب انا السكوب بتاعي ايه في الكورس دوت، في التريننج دوت؟ ان انا ازاي افهم الريدوكس ده كاركتكشر هو عباره عن ايه، ومبني ازاي، ومكوناته ايه، واستخدمه ليه، وامتى استخدمه، تمام، استخدمه ازاي وامتى استخدمه. تمام، طيب نبدا بالريدوكس برينسيبلز. الريدوكس مبني على 3 برينسيبلز،
ثلاث مفاهيم اساسيه لازم نبقى عارفينها وحاطينها في دماغنا كويس جدا واحنا شغالين بالريدوكس. اول واحد هو سنجل سورس اوف تروث، بمعنى ان يبقى عندي مكان واحد بس هو اللي بكلمه، هو اللي فيه كل الستيتس عندي، اللي هو ايه الكونتينر. تمام، سنجل سورس اوف تروث هو ايه؟ هو الكونتينر الوحيد اللي عنده اللي فيه كل الستيتس بتاعته بتاعتنا في الابلكيشن كله. State of your whole application is stored in a in an object tree within a single store. بقى احنا كده في معلومه جديده عرفناها، ان في ان الستور، كلمه ستور ديت ممكن نبابها ان هي ال state container. ال state container هو الستور. ثاني حاجه ال state dot ديت اللي جوه الكونتينر is read only، يعني ما ينفعش اروح كده جوه، ما ينفعش اروح جوه الستور واروح ابديت الاستيت ديت بدايه. المفروض اصلا الاستيت ديت اساسا ان هي متغيره، يعني هي المفروض بتتغير بيزد على سيرفيس معينه، بيزد على الانتراكشن اللي بعمله. بتتغير بس مش انا اللي بغيره بايدي، لا، اللي مين اللي بيغيرها حاجه معينه المسؤول عن ان هي تغيرها. ايه اللي هنعرفه قدام، بس نعرف لحد دلوقتي ان الاستيت ديت ما ينفعش اروح اغيرها بايدي دايركت، عشان كده هي ريد اونلي. مين اللي بيغيرها؟ ريدكس اللي بيغيرها بطريقه ما، لسه هنشوفها. طيب the only way to change the state in is to make an action. دي الطريقه الوحيده ان انا اقدر اغير في الستيتس اللي جوه الكونتينر ده اللي جوه الستور، ان انا اعمل emit لاكشن. ممكن نفكر في الاكشن دوت ان هو ايه؟ ايفنت. بفاير ايفنت هو اللي بيغير لي في الستور، لغير الستيتس جوه الستور. طيب ثالث حاجه، التشينج ار ميد ويز بيور فانكشن. حد يسمع عن المصطلح ده impure functions؟ وال في الجافا سكريبت حد يسمع عن impure functions والpure functions؟ في impure وفي pure. عامة البيور فانكشن ديت ده كونسبت في الجافا سكريبت ملوش علاقه بريدوكس. عامة يعني ده كونسبت في الجافا سكريبت ملوش اي ادنى علاقه بريدوكس، بس هو الراجل اللي عمل الريفرس هو بدا يستخدم الكونسبت ده. تمام، فبيقول لك هنا ان ال to specify how to the state tree is transformed by action you write pure reduce. هو اخذ الكونسبت بتاع البيور فانكشن، لا هو اخذ الكونسبت بتاع البيور فانكشن وسماه ريديوسر. تمام، فاحنا كده عندنا ايه؟ ثلاث حاجات مهمه لسه هنتكلم عنهم، الستور، الاكشن، الريديوسر. الستور هو الكونتينر بتاع الستيتس، الاكشن هي الحاجه اللي انا بعملها ايميت عشان اغير في الستيتس جوه الكونتينر عن طريق الريديوسر. هنشوف الكلام ده ازاي. ستيتس، نرجع تاني عشان قلت ان دي ستيت. تمام، وال ريدكس هو عباره عن ايه؟ ستيت كونتينر. يعني عندي اكتر ما عندي 100 كومبوننت، وكل كومبوننت فيها الحاجه اللي البالانس بتاعتها والحاجات اللي بتعرض على الفيز بتاعتها، فده كونتينر لكل الستيت بتاعت كل كومبوننت. هو الستيت كونتينر ده اللي هو الستور. عامة الستيت كونتينر هو الستور. الستور ده هو عبارة عن جافا سكريبت اوبجكت كبير قوي في كل الستيتس بتاعت كل الكومبوننت. تمام، في كونتينر واحد اللي هو ايه؟ الستور. حاجه مش منطقيه دلوقتي بس ايه؟ مش الكومبوننت، لا لا لا، مش الكومبوننت كله على بعضه كده ستيت.
يا ريت يا ريت كل يعني ما نحولش النماب الكلام اللي هي بيتقال دلوقتي للبروجكتس اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، علشان ايه ما ندخش ما ندخش يعني، يتقبل الكلام ده زي ما هو دلوقتي لحد ما نخش لحد ما نخش في الديمو ونشوف الكلام ده بيتمرمنت ازاي. تمام. طيب احنا قلنا هنا ان في ثلاث حاجات عندنا: الستور، الاكشن، ريديوس. تمام. طيب المفروض بقى السؤال الجاي هتكلم عن الريدكت بيسز اللي هم ايه؟ الستور والاكشن والريديوسر. نبدا نتكلم عن اول واحد. ما هو الستور؟ احنا قلنا الستور هو ايه؟ هو الستيت كونتينر. تمام. A single JavaScript object that contains the state of the application. فاحنا ممكن نفكر في الستور ده اكنه لوكال كلاينت سايد داتابيز بيلم كل الستيت بتاعت الابلكيشن كله. ده بالنسبه لايه؟ ده الستور. الاكشن، ايه هو الاكشن؟ بلين جافا سكريبت اوبجكت. عشان قلت من شويه ان الاكشن دوت ممكن نفكر فيه ان هو ايفنت، بس ده ايفنت على شكل اوبجكت. خدها دلوقتي كده كمسلمات كده في دماغك عشان ايه هوضحها لك بعدين. عباره عن جافا سكريبت اوبجكت ذات ريبريزنت سمثينج ذات هاز هابند، ممكن نفكر فيه ان هو ايه ايفنت. تمام. ثالث حاجه ريديوسر. الريديوسر دوت ممكن نفكر فيه نفكر كانه ان هو الاكشن هاندلر او الايفنت هاندلر. يعني انت دلوقتي لو عندك الدوم في ايفنت معين اسمه كليك. كليك ده اسم الايفنت اللي هو ايه عندنا اللي هو الاكشن. طب لما بدوس على كليك بفاير فانكشن معينه، فالريديوسر هو الفانكشن معين اللي ايه اللي هي ايه الاكشن هاندلر او الايفنت هاندلر. تمام. اوكي، عرفت كل حاجه لوحديها. يعني عرفت الستور لوحده، عرفت الاكشن لوحده، عرفت الريديوسر لوحده. عايز بقى اربط الكلام ده كله واشوف الكلام ده كله هيشتغل مع بعض ازاي. بس قبل ما اروح في ملحوظه مهمه، الريديوسر مش بيعمل موديفاي للستيت. يعني انا مثلا عندي الستور في مثلا اي دي 5 والنيم عدد، الريديوسر بيروح يشيل واحد ويحط اثنين، او يشيل علي ويحط مثلا عبد الرحمن. لا، مش بيغير في الستيت، هو بيرجع بيريتيرن نيو ستيت. طب ليه هو بيعمل البيفر الغريب ده؟ هنعرفه ده. يعني هو مش بيغير في الستيت الموجوده، مش بيغير في الستيت الموجوده جوه الكونتينر، بياخدها ممكن ياخدها كوبي وبيرجع واحده جديده بالداتا الجديده. ده الريديوسر بيعمل كده. ليه هنعرفه ده؟ الريديوسر شود بي ا بيور فانكشن. ده هنتكلم عليها برضه. كل حاجه قدام اللي ورا ده. طيب نجمع بقى الكلام ده كله، عرفنا كل حاجه لوحديها على جنب، عايزين بقى نركبهم كلهم على بعض. اول حاجه انت عندك الدي اي او الكومبوننت او الفيو، وتبقى بقى انتوا بتسموها ايه في كل فريم ورك. تمام. الاتش تي ام ال بتاعك، في الاتش تي ام ال عندك بتديسباتش اكشن، بتفاير ايفنت، بتبعت اكشن معين. تمام. الاكشن دوت بيروح لفين؟ بيروح للريديوسر، ايه للفانكشن اللي هي المسؤوله ان هي تغير في الستيت. والريديوسر هيروح يغير في الستور. لحد هنا انا هنا بعت اكشن معين، والاكشن دوت هيروح للريديوسر، والريديوسر بيزد على الاكشن اللي انا بعته، هشوف اني اكشن اللي انا بعته بيزد عليه هيروح يغير في الستور. تمام. ايوه، ايه المشكلة؟ صمت ليك؟ لا غير في الجول ستوب. اوكي ماشي. طيب اي دي في ستيت جديدة في الستور. حلوة الفكرة دي. ماشي. فين الماوس؟
بعد كده والستور هو عباره عن بيكونتين مجموعه من الستيتس، والستيتس بتفكت في اليوزر بس كده. طب بيحط ست جديده ليه؟ شوف الامبلمنتيشن اهم حاجه تبقى ايه، تبقى عارف بنفع طول الاركتكشر دوت، لان انا في الامبلمنتيشن هرجع تاني للاركتكشر دوت واشوف واقول لكم السايكل دي حصلت ازاي وانا بامبلمنت الكلام ده. طيب نتكلم بقى على الحاجه المبهمه اللي انتم محدش عارفها ديت، اللي هي البيور فانكشن. البيور فانكشن ده كونسبت في الجافا سكريبت عامه، لازم تتبع حبه ستيبس كده عشان يتقال على الفانكشن بتاعتك ان هي بيور. طب ايه هي الحاجات الستيبس ديت عشان اللي امشي عليها؟ اول حاجه given the same input will always return the same output. يعني مثلا انا عندي فانكشن بعت لها واحد على طول هترجع لي خمسه، كل ما بعت لها واحد على طول هترجع لي خمسه، مفيش اي اختلاف. بعت لها كده هترجع لي مثلا ايه سته مثلا، كل ما بعت لها كده هترجع لي سته. لو بالظبط لو عندي فانكشن حاطط فيها حاجه راندم يبقى ده كده مش بيور فانكشن. تاني حاجه ريديوس نو سايد افكت، نعرف ايه هي سايد افكت بتاعتها. لا هتقول اول حاجه في البيور فانكشن بيقول لك ايه، دو نوت ميوتيتنج ارجمنتس. حد عارف ايه هو الفرق بين الميوتابل والميوتابل؟ لا يكون بتاع الميوتيتنج الميوتابل والميوتابل. اني واحد ميوتابل ماشي الميوتابل. طيب نرجع ايه لورا شويه، ايه الداتا تايبس الموجوده في الجافا سكريبت؟ الميوتابل والداتا تايبس الميوتابل. لا وماشي قاعد بقى مش عايز ارجع بقى للفاليو تايب والريفرنس تايب ونرجع بقى انا بقول لك بتحصل ازاي، مش بقول لك بتحصل ازاي، عايز اعرف ايه هي الداتا تايبس اللي باي ديفولت هي ميوتابل، الداتا تايبس اللي باي ديفولت هي اميوتابل في الجافا سكريبت. الميوتابل ما ينفعش اغيره، الميوتابل ينفع اغيره. يعني بقى الكلام ده انا طب ايه الداتا تايبس اللي عندنا في الجافا سكريبت؟ والأوبجكت ماشي طيب هنتكلم مثلا عن السترينج والانتجر والبوليان. سترينج والانتجر او النمبر، سترينج والنمبر والبوليان، الحاجات دي ميوتابل ولا اميوتابل؟ ما انا ما فهمتش غير فيها ايه؟ لا لا سهول. بص هو فعلا هم ميوتابل تمام. ليه؟ انت لو جيت عملت مثلا فاريبل قلت بار اكس ايكوال مثلا 5، بعد كده بار واي ايكوال الاكس، بعد كده غيرت الاكس واي مش هيتاثر بحاجه،
تمام. ليه؟ لان في الميموري ده في مكان وده في مكان تاني خالص. وانت انت عملت له عرضته وحجزت له مكان خلاص، هو محجوز ده فمش هيتغير خالص. ما اقدرش تخليه يتغير الا لما تروح تغيره بايدك، ما ينفعش حاجه تانيه تغيره. لكن الميوتابل زي الاوبجكت والاريز، فانت عندك اريف اوبجكت. انا اريف اوبجكت تمام. زدان دلوقتي بيقول مش السترينج ده عباره عن اري، اري اوف كاركترز، والكونسبت ده اصلا مش موجود في الجافا سكريبت، ده في دوت نت، ما اعرفش في جافا ايه هو. نرجع تاني اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده، او ممكن مثلا ايه اوريكم حاجه كده اهو، افتح مثلا البراوزر مثلا عشان انتوا متخيلين القصه دي ايه. لا شغال الكلام ده كله طالع. افتح بس هنا واكتب يلا كونسول. لو عندي مش شايفين كده كويس ولا زوم؟ اوكي لو عندي مثلا فور اكس ايكوال، هو ليه مش واحد؟ هو ليه معمول كده؟ ماشي معقول. النيم علي، بعد كده فور واي ايكوال الاكس تمام. بعد كده لو قلت الاكس دوت نيم ايكوال مش تفرق رمز ماشي. لو قلت الاكس، لو جيت اطبع الاكس لقيت ايه واحد ورمز، انا غيرت في الاكس ما جيتش جنب الواي خالص. لو جيت عملت الواي واحد ورمز برضه. ليه؟ لان الاوبجكت ده عباره عن ريفرنس تايب تمام، يقدر يتبقى. وده عباره عن ميوتابل تايب. فاول حاجه عندك في البيور فانكشن قال لك لا ما تعملش ميوتيتنج في الارجيومنت، ما بعود لك حاجه ما تغيرش فيها، رجع حاجه جديده. ده اللي صح يعني. عندك اكزامبل زي كده شايفينه كويس، عندي انبوت، والانبوت دوت اللي هدي لي الفانكشن دوت عباره عن اوبجكت. الاوبجكت دوت فيه بروبرتي اسمها كاونت تمام. لو انا جيت عملت كده اهو، يعني مثلا عملت فوق الاكزامبل ده ايكوال اوبجكت فيه كاونت بواحد، وبعته للفانكشن دي وفيرت الفانكشن، عملت فاير للفانكشن دي، بعد كده جيت عملت برنت للاكس، اي هبقى ايه هتوقف اتنين. ليه؟ انا كده غيرت في الاوبجكت نفسه، وده مش صح. ما ينفعش اعمل كده في البيور فانكشن تمام. انا الاصح ان انا اعمل ايه، ماست بي ريتيرن كاونت الانبوت دوت كاونت بلس واحد. انا كده رجعت اوبجكت جديد، ما غيرتش في الاصل، ما غيرتش في الارجمنت بتاعي تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه دو نوت ميك باك اند كولز، اللي هي ايه السايد افكتس. ما ينفعش اجي كده في وسط الفانكشن البيور فانكشن واعمل واكل سيرفيس معين، اكل مثلا اي سيرفيس او اكل داتابيز او اي وات ايفر يعني. ليه؟ لان ممكن مثلا كل مره ترجع لي داتا مختلفه. ده اللي عملت بريش مشكله ليه؟ نو سايد افكتس. الاثنين ماشي. دي كده ايه تاني حاجه. تالت حاجه ما ينفعش، دي النقطه اللي قالها اسامه، ما ينفعش استخدم ماس دوت راندوم او ديد دوت ناو. دول كل مره بترجع لي فاليو مختلفه، فما ينفعش استخدم الحاجات دي جوه الايه البيور فانكشن. فعشان اقول ان الفانكشن بتاعتي بيور ما ينفعش اعمل الكلام ده. لا
الفانكشن بتاعتك، مالتي فانكشن بتاعتك بتعمل لك الاول كونسبت دوت اللي هو ايه سيم انبوت هترجع لك ذا سيم اوتبوت، يعني تديها واحد يديك خمسه، تديها واحد يديها خمسه مهما عملت. لو انت هتكول فانكشن من بره هتغير في الفكره ديت يبقى كده ام بي بات ام بي كده حصل سايد افكت اكيد، لان الام بي هترجع لك ديفرنت يعني ايه؟ لا ما ينفعش. تمام، ايه السؤال التاني بقى؟ هو ميكس فالميكس مش طيب. عرفنا هي احنا مش احنا قلنا في الاول خالص ان الريديوسر دوت لازم يبقى بيور فانكشن، عرفنا ايه هو البيور فانكشن. طب يعني بعد ما عد طب قول لي لو محتاج حاجه قول هقوم لك بسرعه. عندك البيسز في الريدكس هم ثلاث حاجات، الستور والاكشن والريديوسر. الستور دوت هو الستيت كونتينر اللي فيه كل الستيت بتاعت الابلكيشن بتاعك كله. الاكشن دوت ممكن تفكر فيه كانه هو ايفنت، تمام. والريديوسر هو الايفنت هاندلر، والايفنت هاندلر ده عباره عن فانكشن ولازم تكون بيور فانكشن بس كده. وده الاركتكشر، شفت الاركتكشر ده ولا كنتش موجود؟ عرفنا ان هي البيور فانكشن. طب انا ليه هقعد اخنق على نفسي واقعد اعمل كل الكلام ده واعمل بيور فانكشن؟ البيور فانكشن اصلا اول حاجه ايزي تو تيست. لو عندك فانكشن كل ما تديها واحد تديك خمسه، دي صعب انك تعملها تيست، لان انت هتعملها تيست كيس واحده وشكرا على كده خلاص الدنيا انتهت. لكن لو انت مثلا عندك فانكشن بترجع لك حاجات مختلفه كل مره هتفضل تعمل 9000 تيست كيس لنفس الفانكشن، فدي حاجه برده من ضمن الحاجات الحلوه في الايه في البيور فانكشن. ثاني حاجه ايزي اندو اند ريدو. انت لما تيجي عندك في الابلكيشن بتاعك ويطلب منك ان انت تعمل فيتشر بتاعه الاندو، يعني عندك مثلا زي الهوت ميل او الجيميل، لما تيجي تمسح مثلا ميل وبعد ما تمسحه على طول يظهر لك بوتن كده يقول لك اندو ترجع تاني. عندك حبه فيتشرز عندك الابلكيشن بتاعك عايز تعملها، الفيتشر دي هتعملها ازاي؟ انا بقول لك البنفيت بعد كده في الامبلمنتيشن بقى ايه؟ ايه نطبق كده؟ تقدر تقول اه ده انت قلتها كذا، طب دي كذا، هتقعد تحاول تمام بالكلام ده. تمام؟ تالت حاجه ماشي لو هتعملوا ال البيتشر دي تعملها عندك في الابلكيشن من ازاي؟ لا انا مش بتكلم عن داتا بيز، بتكلم فوت بيز. افرض ان انا يعني عملت ديت وقفلت البراوزر على طول. طب طبعا الفكره ان انا يعني انا بيبقى عندي كل مره بريتيرن نيو ستيت، فهو في الاركتكشر بتاع ريدوكس هو بيبقى محتفظ بالستيتس اللي قبل كده. هل هو بيبقى محتفظ بكله؟ يعني هفضل مثلا طول السيشن محتفظ بكل الحاجات اللي فاتت، ده هيبقى اوبجكت يعني خرافي. انا بقدر احدد هو يقدر ياندو لحد امتى؟
قد كام، تمام؟ اكيد. ومش كل الفيتشرز اعملها اندو، يعني مش هعمل كل خطوه بعملها في الابلكيشن اقدر اعمل لها اندو، اكيد لا. حاجات معينه، اه بالظبط. عشان البيور فانكشن يترجع لي كل مره، مش بتغير في الاصل، يترجع لي كل مره واحد جديد بنفس الاستراكشر، تمام؟ فانا معايا كل معايا هيستوري، تمام. تالت حاجه عندي الديبوجنج، اقدر اعملها ديبوج بشكل يعني كويس جدا. وفي تول اصلا هوريها لكم في الكورس ده، ازاي اعمل ديبوجنج للريدوكس. في تول قويه جدا هتفيدنا كتير قوي، وهتفيدنا كمان مع التستنج تيم. هقول لكم ازاي هتوفر وقت كتير مع التستنج. اصلا في التستنج بيحصل ايه؟ يقعد مثلا يجرب كيسز كتيره ويجي عند بوينت معينه تحصل الايشو، فالتستنج يكلموا الديفلوبر، احنا لو هنعمل كذا 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 بتحصل لنا الايشو. افضل اقعد اسيميليت الكلام ده من اول وجديد لحد ما تظهر لي الايشو واشوفها بعيني، بعد كده ابدا احلها. طب انا مش عايز انا اسيميليت الكلام ده كله، عايز التستنج تيم يبقى يديني حاجه خلصانه كده تبقى ايه ظهر فيها الايرور على طول، بدل ما امشي في السيناريو اللي هو ماشي فيه قبل كده. في تول قوية جدا هتحل لنا المشكلة دي. طيب امتى بستخدم الريدوكس؟ ده السؤال اللولبي. بصوا بقى، أول حاجة لما يبقى عندنا كومبلكس داتا فلو اند كومبلكس فيوز، لما يبقى عندنا فيوز كتير أوي. فاكرين الرسمة بتاعت الفيسبوك دي؟ عندك فيوز كتير جدا، عندك كومبوننتس، عندك وكل حاجه ما في نفس الفيو، في نفس الشكل، يعني في نفس السكرين، وعايزهم كلهم يكلموا بعض. ممكن مثلا كومبوننت يتكلم كومبوننت، يعني كومبوننت في موديول، عايز اتكلم كومبوننت في موديول تاني، والاثنين معروضين قدام عندي على السكرين. هعملها ازاي بقى؟ حد ممكن بقى ايه يختلف؟ انا عارف، انا كنت متوقع حاجه زي كده بس محدش. انا ممكن اعمل سيرفيس جلوبال على مستوى الابلكيشن كله، لو على مستوى الاب موديول، تمام، واكلمها من اي حته. بس ايه مشاكل بقى الحته دي؟ اصل لو دي ده وده حل خلاص، ما ملوش لازمه الريدوكس، مش هكمل في مشكله. لما انت عندك الستور جلوبال هو اي حد بيكلمه، عندك الستور جلوبال اللي هو الستيت كونتينر جلوبال، واي حد يعرف يكلمه. طب ليه ما عملش سيرفيس جلوبال على مستوى الاب موديول وكل الكومبوننتس بتعرف تتكلم؟ ماشي، حته الهيستوري كيف اركب الهيستوري ازاي؟ هتقول لي اه خلاص هيوز البيور فانكشنز واعمل حاجات زي كده. طب حته الاندو مش كده؟ عشان نفسك انت عمال تفكر في ان انت ازاي هامبلمنت انا الريدكس في سكراتش عشان تستفيد من المزايا بتاعته. طب انا ليه اقعد اعمل كده؟ طب ما استفيد، ما اشتغل بالريدكس على طول. حاجه ده ولا كومبلكس فيوز، زي حاجه كده، عندي كومبوننتس وكلها بتكلم بعض. فبدل ما اعمل الكومبوننتس كلها بتكلم بعض، اروح عامل مكان واحد وكل الكومبوننتس بتكلم المكان ده اللي هو الستور، وكل ما اغير حاجه في الستور هو بيفكت في بقيه الاماكن. طيب تاني حاجه في الميديوم واللارج سنجل بيج ابلكيشن، تمام. لما عندك ابلكيشن كل شويه بيكبر بيكبر بيكبر، وهتلاقي زي الابلكيشن بتاعنا كده بالظبط. بس يجي بقى ايه الامبلمنتيشن. عشان امبلمنت الكلام ده في انجلر 2، وده السكوب بتاع التريننج اللي انا هامبلمنته في انجلر 2، في طريقتين. يا اما استخدم حاجه اسمها ان جي 2 ريدوكس، يا اما استخدم حاجه اسمها ان جي ار اكس ستور، تمام. طيب نتكلم عن ان جي 2 ريدوكس. ده عباره عن ثيرد بارت لايبرري، يعني انا هنزل ريدوكس لايبرري هي على بعضيها كده، هنزلها كباكج
وهنزل ثيرد بارت لايبرري يكونكت ما بين الريدوكس والانجلر 2. الثيرد بارت لايبرري دوت اللي هو ايه؟ الانجي 2 ريدوكس. تمام؟ ده عشان حته الداتا بايندنج وان الحاجه لما تتغير في الستور تسمع في الباقي والكلام ده كله. الثيرد بارت لايبرري هي اللي بتعمل القصه دي. وعشان كمان ان احنا بنشتغل تايب سكريبت. تمام؟ فازاي انا هربط التايب سكريبت مع ريدوكس؟ فكان لازم اي ثيرد بارت لايبرري. وده بيبقى كومباتبل مع اي لايبرري ثانيه. يعني ايه الكلام ده؟ انت لما تيجي تشتغل بريدوكس في رياكت او تشتغل بيه مثلا في اي فريم ورك ثاني او في اي لايبرري ثانيه، تمام، بتشتغل بكونسبت معين. بيبقى عندك بتكريت مثلا ستور بالشكل الفلاني وبتكريت اكشنز بالشكل الفلاني وبتكريت اكشن الفلاني، فده ستاندرد بتمشي عليه. لو انت شغال بانجي 2 ريدوكس فالستاندرد اللي انت ماشي بيه ده هتعرف بنفس مش بنفس السنتكس قوي عشان شغال تايب سكريبت، بس بنفس الفكر نفس وشبيه جدا بالكود انت بتكتبه، تعرف تكتبه في رياكت او في اي فريم ورك او لايبرري ثانيه. تمام؟ اما لو احنا هنشتغل بان جي ار اكس، ان جي ار اكس ستور، ده عباره عن ري امبلمنتد لايبرري مبنيه على الار اكس جي اس اكستنشن. تمام؟ للناس اللي ما تعرفش الـ RxJS extension ده، دي حاجة اسمها reactive programming، وفي extension معمول اسمه RxJS مبني على الـ reactive programming عشان يديني في الحاجة زي الـ observables والكلام ده كله. تمام؟ فالـ NgRx store ده عبارة عن Redux بس مبني من أول وجديد باستخدام الـ extension ده. وطبعا ده مش كومباتبل مع اي لايبرري ثانيه. ليه؟ انك هتلاقي نفسك بتكتب بالشكل الستاندرد اللي اتكلمنا فيه اللي انت هتكتبه في رياكت او في انجلر، هتلاقي نفسك انك تكتب بشكل مختلف تماما، تكتب ريدوكس بشكل مختلف. فلما تيجي تموف على اي تشتغل على رياكت مش هتضطر تذاكر الريدوكس ثاني والامبلمنتيشن بتاعه من اول وجديد، لان هتلاقيه مختلف عن الامبلمنتيشن بتاع الان جي ار اكس ستور. بس هو مدينه بنفس الكونت بتاعت ريدوكس بس الامبلمنتيشن مختلف تماما. طيب انا هستخدم ايه في الديمو اللي انا هعمله؟ هستخدم الان جي 2 ريدوكس. ليه؟ لان في وجهه نظري الشخصيه ان انا شايف ان ده افضل في ان انا هستخدم هبقى شغال على ريدوكس نفسه. دي اول حاجه. تاني حاجه لما هاجي موف لاي لايبرري تاني او باك او 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 فريم ورك تاني هبقى بنفس الكود الستاندرد اللي انا بكتبه هعرف اكتبه في مكان تاني مع رياكت او مع اي لايبرري تاني. تمام؟ مش هضطر ان انا اروح اتعال مش هضطر ان انا اروح يعني اشتغل بده، ولما اجي اشتغل مع رياكت اروح اذاكر الامبلمنتيشن من اول وجديد عشان اعرف هامبلمنته ازاي مع رياكت. تمام؟ وفي فروق كتير على النت بتتكلم عن ايه الفرق استخدم ده ولا استخدم ده وهكذا. ممكن انتوا ايه تعيشوا فيه الفروق ديت عشان استخدم الباكج ديت مع الجيت هوب انجر اكس. لا 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 ده انا عاكتهم تمام. اللي تحت فوق الفوق ده ممكن نعمله كده، نعملها دلوقتي. تمام؟ ومع انجلر 1 عندنا الباكج ديت اسمها اسمها انجلر ريدوكس، انجي ريدوكس. ده لو انت عايز تسموها ايه مع انجلر 1. تمام؟ اوكي. نيجي بقى ايه؟ للامبلمنتيشن. فرحت انت كده صح؟ ايه نبدا بقى في الامبلمنتيشن بقى. تمام؟ انا اول حاجه زي ما قلت لكم ان انا هعمل الامبلمنتيشن على انجلر 2 ابلكيشن، فانا هعمل ابلكيشن انجلر 2 بال سي ال اي. هعمل اول كل حاجه قدام هفتح الفيم دي اقول له
ان جي ديمو ديمو قبل ما يخلص اعمل بوز بس لحد ما يخلص. طيب انا هبدا ايه اكمل، هدخل بس جوه الفولدر اسمه ديمو ده وافتح الفيجوال كود. اكتب من ده، اكتب بقى اكتب جوه. انا عايز شايفين جاي كويس ولا ايه؟ تمام كده؟ رانيا شايفة كويس؟ نظرك ايه؟ طيب ابدا اعمل التول للباكجز اللي انا هستخدمها عشان امبلمنت الدوكس. اكتب ام بي ام. خلاص ام بي ام انستول، اعملها داش داش سيف ريدوكس و ان جي 2 ريدوكس. هو كده عملت انستول للريدوكس و ان جي 2 داش ريدوكس. هم لا افتح اللي ورا واقفل اللي قدام بس. حلو حلو كده تمام. نزلت التو باكجز دول اللي هو الان جي 2 ريدوكس وريدوكس نفسها باكج نفسها. تمام، اول حاجه احنا الديمو اللي احنا عايزين نعمله عباره عن ايه؟ فانا اللي محتاج اعمله دلوقتي ان انا هعمل ديمو عباره عن كاونتر. هو في عندي كومبوننت فيها رقم وكومبوننت ثانيه فيها تو باتنز وبانكريمنت وديكريمنت. ده ديمو بسيط جدا ومش ده الديمو، يعني مش ده الاكزامبل اللي انا هامبرمنت. يعني المفروض ان انا يبقى عندي حاجه سهله زي كده اعمل فيها ريدكس. انا عامل بس فور ديمو مش اكتر. تمام طيب انا هعمل كومبوننت اسميها، هعمل ان جي جنريت كومبوننت اسميها كاونتر. تمام فعندي لو كريت لي الفولدر اسمه كاونتر، نزل لي بال HTML بال CSS بال specs بال component. تمام ف هاجي في ال هاجي في الكومبوننت ده في ال HTML بتاع الكومبوننت ده، اخلي دوت هنا اقول له H1 يلا هيبقى فيه مثلا ايه زيرو دلوقتي، ودوت هيبقى فيه الاوبجكت اللي هيتغير فيه بس فور ناو خليه زيرو دلوقتي. وهعمل كومبوننت تانية جوه الكاونتر اسميها الاكشنز مثلا، او لا سوري باتنز كومبوننت وات ايفر. ان جي جنريت كومبوننت هو فولدر الكاونتر. لا انا هعمله جوه فولدر كاونتر، جوه فولدر كاونتر، جوه فولدر كاونتر جديد حاجه اسمها بطن. تمام فعملت كومبوننت اسمها باتنز جوه الكاونتر في الاتش تي ام ال بتاعها. هعمل بطن هيبقى اسمه increment
واحد تاني اسمه ديكريمنت. تمام. جودة الفيديو. فهاجي بقى ايوز الكومبوننت ديت جوه الكومبوننت اللي اسمها كاونتر. تمام. فهاجي اشوف هنا هو كان اسمها ايه؟ اد بوتنز. وهفتح ال HTML بتاع كاونتر وهستخدم ده دايركت كومبوننت دي سيلكتور. ماشي. هتأكد بس ان هم موجودين في الاب موديول، نازلين عندي في الاب موديول. تمام. سي ال اي بقى وكده. اوكي. وهاجي جوه الاب هرمي كل الكلام اللي مش لازم ده، وهجيب السلكتور بتاع الكاونتر. حطيته هنا. هاجي كده اعمل انجي سيرف. هشغله على بورت تاني عشان انا مشغل ابلكيشن تاني على نفس البورت. يا حبة معلومات في النص كده. بس كده ايه تعمل دوت ال تمام. فاحنا عندنا كده ايه شايفين الدنيا ماشيه ازاي. احنا عندنا عايز نيو، عندنا الاب كومبوننت ده اللي بيشيل الابلكيشن بتاع، بيشيل الابلكيشن بتاعنا كله. جواه كومبوننت اسمها كاونتر فيها زيرو. زيرو زيرو. ها تمام. وجوه الكاونتر ده في كومبوننت ثانيه فيها تو باتونز انكريمنت وديكريمنت. الكبير دوت الاب، اللي جوه دوت الكاونتر جواه زيرو، وجوه الكاونتر في كومبوننت ثانيه فيها تو باتونز. ده الاستراكشر اللي احنا عاملينه دلوقتي. اوكي. عايزين بقى نبدا نمبلمنت الريدوكس. هقفل بقى الكلام ده كله. اول حاجه جوه الاب هكريت فايل هسميه ستور. اول حاجه ببدا بيها الستور بتاعي. تمام. فايل هسميه ستور شاحنة، عشان طبعا تايب سكريبت فدوت تي اس. واول حاجه بعملها بعمل انترفيس بتماب شكل الستور بتاعي هيبقى جواه في ايه. فهعمل export const i app store. الستور ده هو عندي فيه ايه؟ هو حاجه بسيطه جدا. عندي بروبرتي واحده اسمها، هو عباره عن اوبجكت. ماشي. انترفيس عبارة عن بروبرتي اسمها كاونتر. بس كده هي دي اللي انا هقعد اعدل فيها وهتفكت عندي في اليو اي. دي الستيت بتاعتي. تمام. عندي حاجه اسمها كاونتر. ماشي. من نوع نمبر. تمام. بعد كده عايز ادي انيشال ستيت لل، هعمل حاجه زي انيشال ستيت للكاونتر ده، عشان لما اجي افتح الابلكيشن اول مره يعرض لي على طول الانيشال ستيت، ما يبقاش مكان الكاونتر فاضي. تمام. فبعمل انيشال ستيت دي ازاي؟ بعمل فاريبل كونست
بسميه initial state، وطبعا هتمبلمنت هتبقى من نوع الـ I App Store. وانا ضرب عندي ليه؟ عشان الانترفيس فيها كاونتر وانا مش بحط الكاونتر، فانا احط الكاونتر ده بزيرو تولي بس كده. تمام، ده بالنسبه للستور بتاعي. طيب تاني حاجه هروح للاب موديول، وهي امبورت حاجتين من ال NG2 Redux. أول حاجة هقول له NG Module، لا سوري NG Redux Module و NG Redux. طبعا الناس بتوع انجلر بتوع عارفين ان اي موديل عندنا بحطه في السكشن بتاع الامبورتس بحط نو. طب بالنسبه لانجي ريدكس ده هستخدمه في ايه؟ هانجكته في الكونستراكتور بتاع الاب موديول. دي اول مره هنكتب حاجه في الكلاس بتاع الاب موديول ده اساسا. هاخد كوبي كده اهو، هاجي جوه الكلاس ده هعمل فيه كونستراكتور، هانجكت فيه اللي هو ال ng redux من نوع كده. طيب هو ده ضارب ليه؟ انتوا شايفين كويس ولا زوم اكتر؟ ماشي. طب ده ضارب ليه؟ لما اجي ارفع الايرور كده هلاقيه ان هو ده تايب جينيريك، هو عايز يعرف ال redux عندي دوت من نوع ايه؟ فبديله ايه؟ الانترفيس بتاعتي الاي اب اللي هي الاي اب ستور. اي اب ستور ايه؟ لا هو اوريدي عملها. هو انا لما عملتها كده اهوت، انا هو عمل لي امبورت لوحده عشان انستول الاكستنشن اسمه اوتو امبورت. تمام؟ اول حاجه بقى اعملها في الكونستراكتور دوت ان اقول له this dot ng redux. انا طبعا شايف الكونستراكتور ممكن ما اقولش this اساسا، تمام؟ عشان ده جوه الكونستراكتور فممكن ما اقولش this. بس احنا خلينا ايه عارفين شايفين السنتكس اللي احنا اوريدي متعودين عليه ده عشان بنعملها جوه الكونستراكتور. بالظبط، واحنا خلينا في ايه بالسنتكس اللي احنا عارفينه نكتبه على طول. اقول له دوت كونفيجر ستور، ابدا بقى ايه اول حاجه قال لي اديني ريديوسر. والريديوسر ده عباره عن ايه؟ احنا قلنا الريديوسر ده عباره عن فانكشن وبتبقى بيور فانكشن. انا لسه ما عملتش الريديوسر بتاعي. طيب هعمله وهاجي احطه هنا. تمام، تاني حاجه بيقول لي اديني الانيشال ستيت. طب تعالى نعمل الريديوسر الاول عشان ايه نمشي واحده واحده. الريديوسر دوت عشان احنا الابلكيشن بتاعنا صغير فهو هيبقى ريديوسر واحد، فده هيبقى الروت ريديوسر. هل بيبقى عندي اكتر من ريديوسر في الابلكيشن؟ اه يبقى عندي اكتر من اكشن. احنا قلنا الحاجات اللي عندنا السي اي البيسز ستور واكشنز وريديوسرز. ستور هو واحد بس على مستوى الابلكيشن كله. الاكشن ممكن طبعا عندي يعني مئات او الاف الاكشنز عندي في الابلكيشن. الريديوسرز عن نفس الكلام، عندي ريديوسرز كتير بس يبقى عندي ريديوسر واحد هو الروت بيبقى شايل كل الريديوسرز الثانيه. بس انا عشان الابلكيشن بتاعنا بسيط وصغير فاحنا هيبقى عندنا الروت ريديوسر بس. اه ماشي، ايه المشكله؟ لا لا لا، ممكن الريديوسر بيبقى بيمانج يعني بيستقبل اكتر من اكشن. فهنعمل اهو اكسبورت كونت روت ريديوسر ايكوال فانكشن ارو فانكشن. الارو فانكشن ديت الريديوسر سواء كان روت او ما كانش روت ريديوسر هو عباره عن فانكشن بتاخد تو بارامترز بس.
هما اول بارامتر هو الستيت، تاني بارامتر هو الاكشن. تمام. طيب الستيت ده بيبقى نوعها ايه؟ اي اب ستور دوت امبورت، دوت امبورت بيبقى غبي. تمام. وهريترن ايه؟ اي اب ستور برضو يوخ. تمام. وهدي، لا مفيش اي جينيريك في الموضوع هنا خالص. ايه؟ لا عشان انا مش عامل ريتيرن لحد دلوقتي. تمام. والستيت احنا قلنا الستيت هنديله الانيشال ستيت بتاعته اللي هي باي ديفولت هتبقى ايه؟ الانيشال ستيت. فاقول له هنا اهو ده اللي هو الاوبشنال بارامتر. تمام. باي ديفولت هو واخد الانيشال ستيت، وفور ناو يعني هخليه ريتيرن الستيت عشان بس الاكشن لسه هنجي له. لا ده هو عامه مش مديله نوع. احنا لو تفتكر ان قلت ان الاكشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن اوبجكت. قلت مش عارف حد فيكم قال ازاي اكشن، ازاي ايفنت هيبقى من نوع اوبجكت. لسه هنشوف. بس فور ناو دلوقتي احنا هنرجع الستيت اللي هي ايه؟ الانيشال ستيت. انا مش هبعت حاجه، فايه؟ هياخد الانيشال ستيت ويرجعها. المفروض يرجع لي ايه؟ زيرو. طيب هقول له سيف. هنيجي هنا في الاب، هو كان عايز مني اول حاجه ايه؟ ريديوسر. هديله ايه؟ روت ريديوسر. اقول له روت ريديوسر. تاني حاجه عايز مني الانيشال ستيت، فهديله الانيشال ستيت. انا كان ممكن ما اعملش الانيشال ستيت هناك واروح اعمل له كده اهو وخلاص. بس انا لو عملت كده اهو فهيضرب، يقول لي ايه ده في كاونتر فاضي. يعني مش انت مش حاطط كاونتر ليه؟ عشان انا عامل الانجري داكس من نوع اي اب ستور. فلما اجي اديله ان هو الانيشال ستيت، فمتوقع ان انا اديله الحاجات اللي موجوده في الانترفيس ديت. فكان ممكن اقول له ايه كاونتر ان هو بزيرو، بس عشان الانيشال ستيت هستخدمها هنا واستخدمها هناك، فقلت خلاص اعملها في اوبجكت واستخدمها. وكده كده اساسا احنا الانيشال ستيت ده هيبقى عباره عن اوبجكت كبير جدا، فانا مش هقعد احطه هنا واحطه هنا. بس ابلكيشن صغير، ابلكيشن كبير، هو نفس الامبلمنتيشن بالظبط. تمام. الريديو ايه؟ لا ده بقى اللي هنشوفه بكره يوم الاربعاء الحلقه الجايه، لما يبقى عندي اكتر، لما يبقى عندي اكتر من اليوزر بقى هنعمل ازاي لما نعمل. اتفق ان الشيل ستيت بس كده. تمام كده. عشان نرجع نشوف احنا عملنا ايه. عملنا الانترفيس اللي الستور هيمبا، وانيشال ستيت للستور دوت، وريديوسر اللي بياخد تو بارامترز الستيت والاكشن. تمام. اوكي انا دلوقتي عايز اروح على الفانكشن، سوري الكومبوننت اللي فيها زيرو، واجيب الداتا، واجيب الزيرو دوت من الانيشال ستيت بتاعتي. هشوف هجيب الكلام ده ازاي. انا نفتح كاونتر على الكومبوننت تي اس. ف هاجي هنا اعمل كاونتر. المفروض دوت ايه ده الستيت بتاعتي. كاونتر من نوع نمبر. تمام بس كده. وهاجي في الكونستراكتور هينجكت برضو اللي انا عملت له انجكت في الاب موديل برضو اللي هو ايه الانجري داس. اقول له برايفت ng redux من نوع ng redux اللي هي من نوع i app store. تمام.
واجي في الان جي اونينت اعمل ايه؟ هسبسكرايب على الستور بتاعي. بص هو في اكتر من طريقه، هديكوا الطريقه الرخمه اللي احنا مش هنشتغل بيها اصلا، بعد كده هديكوا الطريقه ايه الاحسن على طول. لا هوريكم، انا هوريكم كل الطرق، وانتوا بقى اختاروا. بالظبط. انا هقول this dot injury dot dot subscribe. ايه ماشي هكمل السبسكرايب. هعمل كده ارو فانكشن هكمل. عملت سبسكرايب على الـ على الريدوكس عندي، بعد كده اقول this دوت الكاونتر بتاعي دوت اللي فوق equal this dot injury dot dot get state. فالستيت ده من نوع ايه؟ اي اب ستور دوت كاونتر. كده قدرت اجيب الكاونتر اللي موجود عندي في الستور واحطه عندي في الكاونتر ده، وهاجي في ال ايه بالظبط، انا هاجي في HTML، هاجي في HTML احط الايه الكاونتر بتاعي ده. لو عملت السبسكرايب انا مش هلاقي الفاليو جت، لازم سبسكرايب عليه، لازم ألسن عليه. لو جيت عملت كده ريفريش، هو اوريدي عمل ريفريش فلسه ما جاتليش. ليه؟ لازم اروح اديسباتش اكشن فاضي، عشان كده الطريقه دي رخمه وانا اصلا ما بشتغلش بيها. بس نتاكد برضو ان الدنيا تشتغل. هات اقول جيس دوت انجلي دوكس دوت ديسباتش، طلب مني الاكشن. الاكشن قلنا هو عباره عن اوبجكت، هعمل اوبجكت كده في تايب فاضي قلناه دلوقتي، يعني لسه اقول لكم التايب ده عباره عن ايه وكام، ليه لازم احط تايب جوه الاوبجكت اللي هو الاكشن. تمام، هعمل سيف اجي هنا اهو جاب لي الزيرو. انا دلوقتي لو رحت غيرت في الانيشال فاليو اللي هي ان هي عندي دي، خليتها مثلا كده سيف، هجيب ايه؟ ال 55 ديت. طيب ما انا لسه، ما ده الامبلمنتيشن يعني، ده ان انا عشان الستن على او اجيب ديتا من الستور دي طريقه، بس الطريقه دي رخمه جدا وانا ما استناش. هتلاقي دلوقتي في الطريقه اللي انا هوريك دلوقتي، هتلاقي انا مسحت كل ده وعملت حاجه صغيره جدا. طيب انا همسح ايه؟ انا همسح الكلام ده، انا هكومنت دلوقتي. وكومنت ده تمام، وهاجي هنا في ال ng2 redux هعمل ايه؟ هجيب حاجه اسمها select. السلكت ده عباره عن ديكوريتور بيتحط على البروبرتيز او على الفاريبلز. فهاجي هنا اهو هقول select تمام، بس كده خلاص. بس كده، بس انا كنت لسه كده واجي اتفرج. لا هيظهر حاجة تانية.
للفيش، جاب لي اوبجكت اوبجكت، جاب لي جاب لي الكلام ده بس في شكل اوبجكت. لا اقول لك بقى هو ليه جاب لي بالمنظر ده. هو فعلا جاب لي زيرو، بس ليه جاب لي بالمنظر ده؟ لان الديكوريتور اللي هو سيلكت ده بيرجع اوبزرفبل. انا ازاي اعرض حاجه على السكرين عندي وهي راجعه لي اوبزرفبل؟ دي حاجه هنتكلم فيها. بس في حاجه بس في الاول، في الامبلمنتيشن اللي فات ده عايز اتكلم فيها. شايفين الامبلمنتيشن اللي فات ده؟ انا عامل هنا سبسكرايب، فانا كان لازم ان انا اروح واخد السبسكريبشن ده احطه في فاريبل واجي في الاون ديستروي اعمل له ان سبسكرايب، عشان ما يفضلش ان انا يفضل من سبسكرايب على طول كده. حتى لو انا رحت الكومبوننت تاني، الكومبوننت هتدستروي من الميموري بس السبسكريبشن هيفضل شغال. فانا لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل حته الان سبسكرايب. طيب لما ده بالنسبه لاول في الامبلمنتيشن اللي فات ده. طب بالنسبه للديكوريتور اللي هو سيلكت دوت اللي هو بيرجع لي اوبزرفبل، لما الاقي حاجه عندي بترجع لي اوبزرفبل لازم اجي عندي هنا في ال HTML بالظبط واعمل ايه؟ سينك. سينك باي اي حاجه، اي حاجه راجعه لي عايز ابيندها على السكرين عندي من نوع اوبزرفبل او بروميس عشان اعرضها عندي، لازم لازم اعملها بالبايب ده. تمام، تعال نجرب. جاب لي ايه؟ جاب لي زيرو. طب عايزين نعرف برضو ما هو الاسينك. فاحنا دلوقتي كل اللي عملناه في الامبلمنتيشن الجديد ده ان احنا شلنا كل الكلام ده، شلنا الكلام ده كله، شيله واشيل ده، هشيل بالكونستراكتور مش عايزه، بالده مش عايزه، مش عايز الكلام ده كله. ماشي ده بس كده. كده انا خلاص عملت ايه؟ قدرت اجيب الفاليو ده. بس برضو لو عايزين نعرف اكتر عن البايب اللي اسمه سينك، لو دخلنا كده هو على انجلر دوت اي او، عشان الاسينك ده في ميزه حلوه. وجينا هنا كتبنا async باي، يقول لك ايه؟ اوكي، يقول لك ان async باي subscribes to an observable او promise. يعني لما يبقى عندي الرجاع للكومبوننت للفيو حاجه من نوع observable او promise وعايز اجيب الداتا اللي جواه، فبعمله ايه؟ بعمل الاسينك ده. دي اول حاجه. تاني حاجه ودي الاهم، ان الاسينك بايب بي انسبسكرايب اوتوماتيكلي تو افويد بوتنشال ميموري ليك. يعني مش محتاج اعمل انسبسكرايب وكل اللفه اللي عملتها دي، هستخدم بس الاسينك بايب وهو هيبقى مسؤول عن ان هو يعمل انسبسكرايب لوحده. تمام اوكي. طيب عندي كان في سؤال متوقع من منكم يعني. طب افرض ان انا عندي دلوقتي جيت في الستور هنا غيرت في الانترفيس الاسم ده بدل ما هو كاونتر خليته حاجه ثانيه، او جيت في الكومبوننت نفسه ومش عايز اسميه ده كاونتر، عايز اسميه عايز امينم، فاجيب ايه القوسين ده دول اقول له ايه؟ انا لسه هاجي لك بقى الحته دي، واخد نم دي وهاجي هنا اقول له سيم. مش عايز زي ما هي تمام. طيب السؤال ده السؤال بتاع علي، لو عندي حاجه كومبلكس جوه الستور، يعني جيت في الانترفيس ده هاجي اقول مثلا عندي بيرسون، البيرسون ده عباره عن اوبجكت وفي اي دي نمبر
بي نيم من نوع string. تمام؟ فالانيشال ستيت هتزعل عشان مش مامبلمنت للبيرسون دوت، فاخد البيرسون ده زي ما هو واجي اشيل النمبر دي خليها واحد، والسترنج ده خليه معدي. تمام؟ انا عايز اجيب النيم اللي جوه البيرسون، اجيبها ازاي؟ هنا بص، هو في طريقتين، سيبكم اول طريقه مش هوريها لكم. لا لا لا، هعمل كده. هعمل arrow function، هقول ان مثلا b اللي من نوع i app store، طب بين قوسين كده، واقول له ال b dot person dot name بس كده، واجي اسميه ده name، واجي هنا اسميه نيم، سيف، كابل عالي بس كده. ايه اهو، حط الفايل. سيف طيب ليه؟ دي عايز اغير في الستيت، يعني ما احنا قلنا ان الستيت از ريد اونلي، ينفع انت ما كنتش حاضرين في الاول، لو ان الستيت اللي جوه الستور دي ريد اونلي، ما ينفعش انا اخش اغير فيها بايدي، ما ينفعش اعمل فانكشن تروح بكل الانيشال ستيت وتروح اروح اغير فيها بايدي. امال مين المسؤول ان هو يغير فيها؟ الريديوسر وما يغيرش فيها، هو بيريترن لي حاجه ستيت جديده. طب ما ده انا عايز اغير في الستيت، صح؟ ده السؤال. ده لسه عامل طيب، فانا مش محتاج اصلا البيرسون ده، مثلا عملته فور ديمو عشان نشوف نتكلم ازاي لما نتكلم. خلينا كده دلوقتي. اوكي بس الدنيا شغاله. مش هقول حلتين. اقتنع. طيب ايه تاني؟ انا دلوقتي قدرت اقرا الحاجات اللي موجوده جوه الستيت، عايز بقى ايه؟ اغير فيها. واحنا قلنا احنا بنغير في الستيت لو جينا كده في البرزنتيشن عن طريق ان احنا ايه من يو اي بن ديسباتش اكشنز. طيب تعالى بقى ايه في الباتونز،
بتاعتنا اللي موجودة في الـ buttons component. هعمل في الكليك فانكشن اسميها انك مثلا، وهنا عملت تو فانكشنز، واحده اسمها انك وواحده اسمها انكريمنت وديكريمنت. هاجي احطهم عندي في التايب سكريبت. كل اللي هعمله ان انا هعمل ايه؟ بس لازم برضو اعمل انجكت الانجري دوكس هنا. برايفت انجي ريدوكس اللي من نوع انجي ريدوكس اوف اي اب ستور، واجي هنا في الانكريمنت هقول له this دوت انجي ريدوكس دوت dispatch. الاكشن عباره عن ايه؟ احنا قلنا الاكشن عباره عن اوبجكت، في حاجه اسمها تايب. التايب حاجه، هبعت حاجه اسمها ده اسم الاسم الاكشن، اسم الاكشن هسميه increment. ده اسم الاكشن، اسم الاكشن لسه بقى ايه هندله بقى ازاي؟ هندله في ايه؟ انا لسه مسميه حماده اي حاجه. هنا ديسباتش تاني، شايفين الرسمه دي؟ انا باجي في دوت الاركتكشر بتاع الاركتكشر دايجرام بتاع ريدوكس بيشتغل ازاي. اليو اي بتديسباتش اكشن، والاكشن بيروح للريديوسر، وفي الريديوسر بيشوف انا عملت ديسباتش لاني اكشن، وبناء عليه هروح اغير في الستيت سوري في الستور، والستور فيه مجموعه ستيتس هي اللي بتفكت في الايه في الاي. انا دلوقتي في الحته دي اللي هي حته الديسباتش، انا في الحته دي دلوقتي. فهنا اسميها كومنت، تمام؟ خلاص بقى الحته اللي بتاعتي ان انا هبعته للريديوسر، والريديوسر بناء على الاكشن اللي انا هبعته هو هيبدا يغير لي في الستور، صح؟ فهاجي في الستيت سوري هاجي في الستور واعمل ايه بقى؟ اعمل سويتش كيس واشوف انا مبعوت لي اني اكشن، تمام؟ اعمل سويتش كيس كده على الاكشن دوت تايب. هو ايه؟ هو كان انكريمنت ولا ديكريمنت؟ اني لا لا السويتش كيس البلانين اللي عمل لي ده اوتو امبورت. اني واحد اسمه اوتو امبورت. ايوه ان كيت ان هو انكريمنت هرترن ايه؟ هل هاجي كده اهو اعمل ستيت دوت كاونتر بلس بلس. انا هضطر ان انا ارجع نيو ستيت، اعمل كده واقول له الكاونتر، تمام؟ طب هو لما اعمل كده ارى ازاي ان انا عندي هنا كاونتر؟ المفروض ان انا بريترن حاجه من نوع اي اب ستور، عشان كده في الاوتو كومبليت ارى ان لازم ارجع حاجه اسمها كاونتر.
كونتر هترجع لي الستيت بتاعتي اللي هي الانيشال ستيت دلوقتي بتاعتي دوت كونتر بلس 1. نفس الكلام هعمله في الديكريمنت. خلص بس ده واجي هنا اقول له ديكريمنت ده هنا هنا ماينس. والديفولت لو ما لقاش ده ولا ده لو ما لقاش ده ولا ده هروح مرتني ايه السي زي ما هي عشان ما يضربش. تمام هعمل سيف دي واللي مش مسيف ده واعمل سيف هنا واجي هنا واجي اعمل كده ده في كومبوننت وده في كومبوننت تاني وبيفكت بعضين ان هم كلهم ريليتد بالستور. طيب قبل ما اجاوب على السؤال دوت انا في حاجه بس مش يعني مش عاجباني لان انا كاتب الاكشنز كده سترنجات كتبها هنا وكتبها هنا ولو الاكشن ومعروف ان الاكشن ده انا ممكن استخدمه 5000 مره في قلب الابلكيشن كله فمش هقدر ايه اقعد اغير في ده كله. فانا هعمل فايل اسميه actions.ts واقول له هات اكسبورت كونست ال increment equal increment نفس الكلام decrement decrement واجي هنا هشيل بس السنجلات دي عيب بقى عملت import ال و امبورت ايه من الاكشن نفس الكلام هاخد الامبورت دي هاخد برضو هاجي في الكومبو في الكاونتر مش كاونتر في ال هاجي هنا برضو هشيل السنجلات دي واجي اقول له هلا الدنيا برضو شغاله معايا مش اي مشكله. تمام اوكي ده بالنسبه للامبلمنتيشن البسيط ده السؤال مباشر مباشر بيقول دلوقتي طب افرض دلوقتي ان انا عندي هقفل بس كل ده عشان ما اتوهش فين الستور السؤال بقى لو 40 اكشن مريض هنا انا قلت في الاول ان انا عندي ايه ان انا لما الابلكيشن بتاعي يكبر انا عندي مثلا موديول بتاع اللوجن وموديول بتاع الريجستريشن وموديول بتاع الايديت بروفايل وكل موديول ليه الريدوس بتاعه ليه الاكشن وباجي في الروت ريديوسر بكومباين كل الريديوسرز دي كلها في ريديوسر واحد وابعته ده وده اللي هعمله في الديمو الكبير اللي هيبقى فيه يعني هيبقى ديمو اكبر من ده في القصه دي. حته الدور اندور اكيد مش هكبرها في الترين ده لان دي يعني محتاج ان انا اعمل امبلمنتيشن مختلف شويه بسيطه عن اللي بعمله دوت. طيب عايز اجيب الستيتس اللي فاتت دي كلها ان انا هعمل هديبج فور ناو الكلام ده في حته الديبوجنج دي ما اتكلمتش عنها ودي مهمه جدا ودي اخر حاجه هتكلم فيها. تمام انا دلوقتي عايز اديبج الكلام ده عايز اديبج الكلام ده اديبجه ازاي Thank you.
في الديباجنج عندي تول اللي بالشكل ده شكلها يعني غريب شويه، تحس ان هو عامل زي برنامج اه بالظبط. فانا عشان اشتغل بالتول دي اول حاجه بانستول كروم اكستنشن، في اكستنشن على كروم بانستوله، الاكستنشن ده اسمه ايه كده، كروم في حاجة في حاجة اسمها ريدوكس، ريدوكس بيست في حاجه اسمها ريدوكس ديف تول لازم انزلها عندي كاكستنشن على الـ على الـ على الكروم عندي، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه بعمل ايه؟ بعمل امبورت حاجه اسمها ديف تول اكستنشن من الان جي 2 ريدوكس وبحطها از انهانسر. يعني ايه يعني ايه كلمه انهانسر دي؟ هاجي في الاب موديول، هاجي الاول هيمبورت ال ديف تول اكستنشن دي، تمام؟ انا اوريدي عملت ديف تول للاكستنشن على الكروم. هاجي هنا في الـ في الكونفيجريشن ديت، ثالث بارامتر حاجه اسمها ايه ميدل ويف، ودي عباره عن اري. هنفكر عن ميدل ويف دلوقتي خالص، كمان في المره الجايه، بس فور ناو هحطه اري فاضيه. بعد كده عندي حاجه اسمها انهانسر، انهانسر ده برده من نوع ايه اري، تمام؟ فانا هاجي احطه في النقطه دي اري فاضيه، وهاجي انجكت ال ديف تول اكستنشن اكيد. هقول لك ازاي دي حاجة أصلا كنت عاملها النهاردة. أقول ديف تول من نوع ديف تول اكستنشن، وأجي هنا وأعمل فاريبل سميه انهانسر ايكوال ديف تول دوت انهانسر، وابصيه فين؟ هنا اسيف. اجي اجرب كده عندي احس ان مفيش اي حاجه حصلت جديده اساسا، احس ان مفيش لحظه احس ان مفيش حاجه جديده حصلت هنا. امال هعمل ايه بقى؟ اجي رايت كليك inspect element، الاقي انا اصغر بس الكلام ده، هاجي هنا الاقي في حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها ريدوكس، وهو دوت الاكستنشن، ده الاكستنشن اللي انا عملت له انستول على الكروم، هو ايه ريدوكس دوت. طب دايس عليه لقيت عندي حاجه بالمنظر ده. ايه بقى الكلام ده؟ اول حاجه دي الانيشال ستيت بتاعتي، فلما هاجي اقف على الستيت الاقي جواها ايه، ده الستور بتاعي، الاقي الفاريبل عندي بزيرو، دي اول حاجه خالص. والاكشن ات اني دوت اللي هو هو بيفاير اكشن في البدايه كده، لكن في البدايه لما قلت في الطريقه القديمه لازم ديسباتش اكشن فاضي، في الطريقه الثانيه اللي هي انا بعمل سيلكت هو اوريدي بيعمل الحته دي عندي، فبيعمل حاجه فاضيه سميها ايه ات ان، تمام؟ طيب تعالى نعمل بقى كده increment. طيب قدر يشوف اللي انا ان انا عندي حاجه اسمها increment والتايب بتاعه increment، والستيت دلوقتي بقت 0، تمام؟ لا سوري بقت 1.
والديفرنت دوت بيقول لي هي كانت ايه وبقت ايه، والتيست بيعمل لي تيست كيس بتاعتها. تمام. بس يجي يكتب لي كود يعني. تعالى بقى نجرب بقى نعمل كام مره كده، يعني مثلا ايه كام مره على كام ديكريمنت كده، بقيت شايف ايه الكلام ده كله فين الستيت، شايف الكلام ده كله، واجي مثلا عند مثلا انكريمنت ديت واقول له جامب، فرجع لي بقت ايه بقت باتنين، واقدر اجي هنا في التايم لاين ده ارجع لست معينه واقول له ران، يشتغل قدامي كده كانه موفي بيشتغل. تمام. هكمل لك بس بقيه ال هكمل لك بقيه البتاعه دي. لا وفي حاجه تانية بقى وباشا هيتبسط منها قوي دلوقتي، حته فاكرين لما قلت لكم حته التستنج تيم وعايز اديله حاجه وعمل سيناريو فلازم الديفلوبر يمشي في نفس السيناريو دوت عشان يعرف الايشو جت ازاي والكلام ده كله. فانا هنا حصل كام اكشن؟ ادي 1 2 3 4 5 6 6 اكشن، بعد كده الايشو بقت. فالتستنج تيم هو بيتست، هيروح عامل ايه؟ ببساطه جدا كل اللي يعمله هيعمل ايه؟ هيعمل اكسبورت. وده اكسبورت، لا ده اكسبورت. هعمل اكسبورت للفايل ده هسميه مثلا كاونتر ستيت. بليز كان في حاجه عندك. تمام. واجي هنا عندي كام؟ 6 1 او 1 2 3 4 4 انكريمنت و 2 ديكريمنت. هاجي ريفرش ارجع من اول جديد واجي اقول له ايه امبورت، اقول له ستيت كاونتر ولا كاونتر ستيت، جاب لي ايه الحاجه واقدر ايه ارنها. دي حاجه، ده دي حاجه. تاني حاجه ايه تاني؟ هرفرش بس الكلام ده وانا بجرب حاجه زي الريجستريشن كده، نقعد عشان نروح عايز مثلا تست حاجه في الكونفيرميشن بيج، افضل بقى اقعد في كل البيجز اقعد يعني اعمل الكلام، يعني اقعد ادخل الداتا بتاعت كل البيجز. طيب فانا يعني انا لو انا هعمل القصه ديت مش بيني وبين تستر، بيني وبين نفسي، افضل بقى انا اكسبورت وامبورت مع نفسي كده؟ لا، فانا هعمل مثلا كده ولنفترض انا جيت ان هو عايز كل ما اجي افتح الابلكيشن قال لي وافق على الستيت دي، فاجي ادوس على البوتون ده واقول له ريفرش، قال لي جاب لي نفس الكلام ده. في بقى حاجه تانية اسمها لوج مونيتور، ده بيجيب لك بقى كل اوبجكت بقى كان ايه بقى ايه وهكذا. تمام. في بقى حاجه تانية اسمها تشارت، دي بقى جامده. مش عارف ناقص يعملوا ايه تاني. الستيت وفي الكاونتر وفي كام دلوقتي، فتخيل لو انت عندك اوبجكت جديد تقدر تشوفه على الشارت ديت. تمام. دي مميزات البلوجن ده. لا ده اكستنشن، ده شغال انجلر 2 انجلر 1 رياكت اي حاجه. طيب سمير سالني سؤال قال لي طب الكلام ده انا مش هطلعه برودكشن، انا هعمله ازاي؟ بكل بساطه انا عندي في الكور عندي حاجه اسمها از ديف مود، واجي هنا هعمل كده واقول له از ديف مود، لو هو بالمنظر ده
فانا هريتيرن الانهانسر ده، او هريتيرن فاضي وهشيل الاريدي بس كده. انا لما هاجي اعمل انجي بيلد فهو هيرن البرودكشن انفايرمنت، فالاس ديف مود ده هيبقى فولس، فهيديني ايه؟ لا، ما احنا عندنا في الويب باك حاجه اسمها تري تشيكينج، فهتحل المشكله. تري تشيكينج هينظف الكلام ده. تمام، ده بالنسبه للقصه دي. طيب ايه الديمو اللي انا هوريه لكم برضه عشان تتحمسوا ان تيجوا المره الجايه؟ يوم الاربعاء. وريته لك. بصوا هنا في لوكال، احنا مرنا على 4200 تو دو ليست. بغض النظر عن الانيميشن والكلام ده، احنا مش سكوب بتاع الانيميشن، بس قلت حتى انا كنت قاعد بلعب مع نفسي في الانيميشن. عندي تو دو ليست بقدر اعمل ايه؟ اد انتر، واقدر ادوس على واحد اقول ان هو كومبليتد، فقال لي ان الكاونت كومبليتد بكذا. اقدر اديليت واحد. طيب الكلام ده كله لما نيجي نشوفه بقى بالتول بتاعه الديبوجنج ريلاكس، جالي المنظر دوت في الشارت. تعال نشوف في الانسبكتور، بس هلفش الكلام ده. انا بس في البدايه خلاص عمل ايه؟ عمل لودينج، بعد كده عمل سكسس، جاب لي الداتا. لما يجي نقف على ده ونقول له جامب، بيعمل دلوقتي ايه؟ بيعمل لودينج. لما اجيب ده واقول له جامب، كده جاب لي الداتا والداتا. وهنا كان الستيت عباره عن ايه؟ تدوز فاضيه، وعندي حاجه اسمها از لودينج بترو، هو بيعمل لودينج دلوقتي اهو في الاكشن ده، ومفيش ايرور. ده فلاج انا حاطه في الستور عشان يقصد اللودنج ولا لا. والايرور ده حاجه عشان بس ايه احط فيه الايرور. وهنا التدو بتاعي من شويه ماشي. انا لما اقول جنب على اجي على ده هلاقي جواي الداتا والليز لودنج فولس. بس اجي بقى لو قعدت اعمل بقى ديليت واد وحد كلها، هاجي هنا في الشارت، هيبقى عندي هنا الشارت الحاجات اللي جواها وهكذا. ده الديمو المفروض انا اعمله معاكم الاربعاء. مبدئيا الديمو بتاع التو دو انا حاطه على الجيت هاب، عندي على ريبو عندي على الجيت هاب. فانا لما هاجي اشرح هدوس على طول، واي حد عايز يشوف الكود او حاجه هيشوفه على الريبو. الكاونتر مش محتاج احطه اساسا. لكن تو دو محتاج احطه. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.